ولتعليقي على موضوع الحرائق، انضمت عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان معنا الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. أهلا ومرحبا بك دكتورة. بداية، في ثاني حادث خلال يومين ينشب حريق في حقل عجيل نفطي شرقي تكريت، لماذا دائما الفاعل مجهول في حرائق أصبحت ظاهرة خلال السنوات الأخيرة؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين الكرام. مساء. في الحقيقه نعم، هذا الحريق اصبح يعني الموضوع استشرى اكثر من اللازم، وبالتالي لا يوجد هناك اي تدخل من قبل الدوله، وهو بشكل واضح ولا يقبل اي شك هو تقويض لمفهوم الاستقرار للاقتصاد الكلي العراقي، وهذا قد يرتبط ايضا بالسيطره والسياده في العلاقات الاقتصاديه الدوليه اللي هي تتميز بوجود المنظومه العلاقات الجيوسياسيه والجيوالاقتصاديه اللي توجد هنالك دول وخاصه دوله مجاوره لنا قد تستفاد من هذا الا وهي ايران، وبالتالي تستفاد من سواء حرق الاراضي الزراعيه او في مجال حرق ابار النفط كما ذكرتم بالنسبه لحق العلات. في حقيقة الواقع في حقيقة وفي الواقع يعني يشار إلى ذلك، إلى أن هذه السيطرة أو أن هذه السيادة التي هي قادمة من خارج حدود العراق هي تدخل وتصب في مفهوم كيفية تطبيق مفهوم الندرة، بمعنى أننا أصبحنا إحنا في وضع أكثر سيطرة من ناحية الزراعية ومن الناحية النفطية، وبالتالي يراد لنا الرجوع إلى المربع الأول وهو تضعيف الإنتاج، وبالتالي إلى تصفيرنا بالأحرى سواء في مجال النفط أو في مجال الزراعة، خاصة فيما بعد حققنا نسب وكميات كبيرة من الإنتاج الزراعي في فترة سبقت الحرائق التي استمرت لعدة أيام ولا زالت مستمرة لحد يومنا هذا. هذا كله يدخل في إطار أيضا هو ما يسمى، يعني أنتم ذكرتم حضرتك في التقرير أنه قد يكون داعش نعم اعترفت في سوريا هي السبب وراء الحرائق، ولكن في العراق لا زال إلى حد يومنا هذا وحتى الحكومة يعني لم تحاول أن تحرك ساكن وأن تستطيع أن بالكلام عن الحكومة يعني موقف. نعم. الحكومة هنا مستغرب، هل هنالك نعم. من يريد أن يغطي على الفساد بعدم فتح ملفات التحقيق في هذه الحرائق؟ نعم نعم أكيد هو هذا جزء من تغطية لملفات الفساد، وبالتالي حتى هيئة الفساد يعني نلاحظ أنها لم تحرك ساكن، هي فقط يعني أعمالها تقتضي في إعداد التقارير ورفع هذه التقارير ثم حفظ هذه التقارير، ولكن لا يوجد هنالك تطبيق عملي فيما هي تعمل وفيما هي تجمع من تقارير. هذا من جانب، من جانب هذا كله يعني لو نظرنا إلى الموضوع بشكل عام من هو المستفيد من وراء هذا؟ أكيد المستفيد هي دولة مجاورة هي انصبت عليها عقوبات، وبالتالي جزء من فكرها الاقتصادي والسياسي ينصب في تطبيقها لمعنى وتفسير الاقتصاد المقاوم، وهذا الاصطلاح هي أخذت به منذ عام 2012 منذ بدايات العقوبات الأمريكية في هذا الخصوص، يعني بمعنى أيضا أنها تفكر في كيفية إيجاد الحلول والمخارج للمشاكل الاقتصادية التي بصددها. هي تقول في إحدى هذا في إحدى هذه المؤشرات أنها كيفية تستطيع أن تحقق قدرة على مقاومة العوامل المهددة لها، سواء هذه العوامل المهددة لها كانت زراعية في دولة أخرى مجاورة هي مستفادة منها في كل هذا الوقت منذ 2003 لحد يومنا هذا، أو في مجال حتى النفطي. في كلا الحالتين هي إحدى هذه المؤشرات المهمة في اقتصاد المقاومة هي كيفية القدرة على مقاومة العوامل المهددة وكيفية تحجيم الدور الآخر، أي كيف تحجم وتقوض وتعمل على تطبيق مفاهيمها الخاصة بها. هو مفهوم الندرة هنا الندرة الاقتصادية، أي أن يمر العراق بمفهوم الندرة بعد أن كان هو على أعتاب مفهوم الوفرة سواء الوفرة النفطية أو الوفرة الزراعية أيا كان منها، فبالتالي تستطيع السيطرة عليها، وهذا
جزء ما يشيرون هم له في مجمل التحليل الاقتصادي والسياسي لهم، ويشيرون بهذا ويضيفون على ذلك أننا نعمل في إطار ليس مغلقا وليس جامدا ولا متحجرا، بل أننا نتحرك بشكل يتناغم ونتأقلم مع أي وضع سياسي اقتصادي نحن في صدده. طيب، إحراق المحاصيل الأمور. نعم. إحراق المحاصيل الزراعية سيسبب خسارة فادحة لدى الفلاحين، وأيضا سيسبب نقص في الكمية المنتجة من هذه المحاصيل، ما يؤدي إلى وجود عجز في الاستهلاك لدى العراق، ما يعني أن العراق سيذهب إلى الاستيراد. هنا هل هذه القضية هنالك من وجود مستفيدين داخليين كي يستورد ويغطي على إثراء الفاسدين المسيطرين على قطاع الاستيراد؟ بالتأكيد هو لمنع وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي. كنا قد حققنا نسب جدا كبيرة، على سبيل المثال في مجال الشعير 105% نمو المحاصيل الخاصة بهذا الشيء اللي هو الشعير بال 2019 عن 2018، ولو رجعنا برقم مقارن في 2009 لوجدنا أن إنتاج العراق من الشعير من هذه المادة كان قد بلغ 506,000 طن، وبالتالي هذا الكم الهائل الذي حققناه بالتأكيد هناك ناس تستفاد من وراء هذا ما يحصل الآن من حرائق، وبالتالي تجعل العراق باقي ومستمر وترسيخ الاقتصاد الريعي ومزيدا من الانكشاف في التجارة الخارجية وفي مجمل السياسة الاقتصادية أو في مجمل العلاقات السياسية مع دول الخارجية وتحديدا مع إيران. نعم. الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.